مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم. قبل ما تشوف الفيديو ما تنساش تضغط على زر الإعجاب وتشترك في القناة باش توصل بجديد الأخبار إن شاء الله. تمكنت القوات المسلحة الملكية نهار اليوم الاثنين 30 نوفمبر الجارية من استهداف أماكن استغلتها ميليشيات البوليساريو من أجل الاختباء. وبحسب مصادر علمة فإن قوات الجيش المغربي ردت بقوة عبر دك مواقع عصابات البوليساريو التي حاولت التمركز شرق الجدار الأمني بالصحراء المغربية. وكان الرد المغربي بالمدفعية ثقيلة مخلفا خسائر فادحة في صفوف ميليشيات قطاع الطرق التي كانت تسعى لاستهداف عناصر القوات المسلحة المرابطة بالجدار الأمني.